صفوف منظمة. هذه أخلاق النبي. والكلمة واحدة. أخلاق النبي. والقائد إذا قال نفذ الجيش. أخلاق النبي. ما ظنكم برسول الله؟ هذه أخلاق النبي. ما ظنكم بنبي إذا ضرب أحد الجنود؟ أخلاق النبي. أوجعتني؟ من أنت؟ إنه سواد. أخلاق النبي. قال ارجع فلم يسمع. فجاءه النبي متبسما وضربه على بطنه. من أنت لتقول للنبي أوجعتني؟ هو فقط يأمرهم اقتلوا فيقتلوا. ولكن ليست أخلاق النبي. لم يكن لمحمد بن عبد الله أن يفعل هذا. من أنت لتقتص من النبي؟ هذه أخلاق محمد. فكشف عن بطنه. اقتص مني يا سواد. اقتص مني يا سواد. هذه أخلاق نبينا. هذا محمد كشف عن بطنه. خذ مني القصاص وسلم.